يمكن بقلب كل بيت فينا، وخصوصا هلا بهي الفتره اللي نحن فيها، كثير عالم صار تقعد فتره اطول بالبيت، فصار تنتبه على التفاصيل ما كانت تشوفها قبل. صحيح. تقول انا بيتي كبير بس ماني حاسه بهي المساحه، في شغلات ضايعه، ما بعرف هو ترتيب الديكور، هو الالوان، هو شو السبب؟ ما حدا اوقات بيعرف ناس هي كثير ما التفاصيل، لها خبرة سلمى بهي القصة. اوقات ما لها خلق. يعني مثلا ممكن تجيب شغله تلاقيهم بيجيبوا بيشتروا غراض بيحطوهم بقلب البيت بشكل غير صحيح، بلاقي البيت معجوق، صحيح. فدائما بيعمل هذا ستريس وضيقه خلق وانت قاعده. طبعا اساس البيت هو جزء كثير مهم من راحتنا النفسيه، وهو جزء كمان بينعكس على وجودنا ضمن مساحه نحن موجودين فيها لفتره طويله من الزمان. ترتيب اساس البيت له قواعد رح نتعرف عليها اكثر اليوم مع ضيفتنا مهندسة الديكور نور عيسى. يسعد صباحك نور، واهلا وسهلا فيكي. شكرا، كيفكم؟ يسعد صباحك نور مرة ثانية. ومثل ما قالت سلمى، كلياتنا بنحب يكون في مساحة بالبيت، بنحس فيه انه البيت واسع، قادرين نتحرك فيه بحرية، وبنفس الوقت نحط فيه الاغراض اللي بنحبها. ترتيب المكان برأيك له علاقة بانه نشوف البيت كبير او صغير؟ كيف هذا الشيء بصير؟ هلا اكيد بتاثر ترتيب المكان والفرشه رح نحطه فيه على المساحه. اكثر شغله بيوقعوا فيها غلط العالم انه لما بيشتروا بيت بينزلوا على السوق ببلشوا يشتروا بهالاغراض ويحطوها بالبيت بدون ما يكونوا قايسين. لا، انا بقول انه الاحسن خلونا نشتري الاغراض بس على اساس القياسات اللي عنا، يعني مثلا غرفه الضيوف نقيسها بالاول وعلى اساسها بننزل بنشتري الفرش، طاوله السفرة او هيك، لانه اذا كان الفرش كبير على المساحه المحطوطه بتبين الغرفه اصغر، واذا كان الفرش كمان صغير بتبين انه المساحه كلها ضايعه. لا، الافضل اي شيء نعمله اول شيء نقيس المساحه اللي عندنا وعلى اساسها نحن بنشتري الفرش لتبين معنا المساحه المطلوبه نحن الحاجه. طيب نحن رح نحكي اليوم بالتفاصيل يمكن عن هي العناصر وناخذ رايك فيهم. رح نبلش يمكن بالبرادي، شو الاخطاء الشائعه اللي بتكون موجوده بالبرادي او الستاير مثل ما بنقول، وكيف لازم نختارها بالنسبه للاطوال والالوان؟ هلا البرادي كثير مهمه بالديكور، يعني هي اكثر شيء بتخلي تعطي جماليه للغرفه، فانا بفضل دائما البرادي تكون واصله للسقف، بتعطي انه ارتفاع اكثر، بينما لما بنحط نحن البرادي اللي واطيه اللي عقد الشباك بتخلي الغرفه تبين كانه ارتفاعها قليل او السقف هيك مثل نازل علينا. هلا اكيد احيانا بنحكم بصندوق الاباجور على حسب اذا هو بارز ولا لا، انا بقول انه لا، خلينا اول شيء نحل المشكله من اساسها. اذا بدنا نعمل البرادي عاليه يا اما نخفيها عن طريق الجبسن بورد، او هلا صار في مثل بنحطها على سكه كروم بتكون ظاهره كثير، صارت موضه هي هلا. احسن ما تكون البرادي بس على قد الشباك اول شيء كشكل مو احلى وبتبين الارتفاع كثير قليل. بالنسبه للالوان انا بفضل الوان البرادي تكون رايقه هاديه، يعني بعد عن الزخارف والرسومات الكبيره، او هي اذا بدنا نعمل تكون هيك شيء كثير صغير لانه هي بتاخذ مساحه كثير كبيره من الغرفه، فكثير بتعجق اذا عجقناها. لا، خليها كثير تكون بسيطه سامبل بتطلع كثير حلوه. كمان اليوم جايين على شتي سلمى وقصة السجاد اللي كمان بدنا نعرف ننقي لونه وحجمه كمان ويلبق مع فرش البيت حتى اوقات في سيدات كثير يمكن بيزبطوا مع البرادي، وهون بقى بتوقع المشكله كل واحد بده يحط لون على ذوقه. كيف بتنصحي نحن نختار السجاد بالنسبه ان كان لمساحه البيت او حتى لالوان البرادي وتنظيم البيت بشكل عام؟ هلا نحن جايين مثل ما قلتوا على الشتويه، فانا بفضل دائما تكون السجاد ما نغلط بقياسه، لانه لما نغلط بالقياس تبعه نحن بنكون يا عم نضيق المساحه يا اما عم نكبرها. مثلا فلنفرض عم نحكي على غرفه الضيوف، اغلب العالم بتحط السجاده هي على طاوله النص او بتدخلها شوي تحت الصوفيات والفوتيات. لا، هي لازم تكون مغطاه كل المساحه وداخله تحت كل الصوفة مشان تعطي مساحه اكبر، لانه دائما نحن عندنا السجاد هو بيحدد مساحه الفراغ وبيعطيه السبيس تبعه. مثل مثلا طاوله السفره هي ما لازم تكون على قد الكراسي بالضبط، لا، تكون اكبر بشوي بتطلع احلى وبتحدد المساحه. سجاده غرفه المكتب غير سجاده القعده غير الهي، لا، خلينا ننوع فيهم، بس كل وحده اهم شيء تكون قياسها صح تنحط كرمال هي تحدد المكان والوجود، هي بتعطي الطابع تبعه. بالنسبة للألوان وهيك أنا بفضل كمان الشغلات الرايقة تكون فيها زخرفة بسيطة إذا كانت العالم بتحب تحط باترن أو هيك بالهي، وممكن تكون هي لونها سادة بس الباترن هي هيك شوي ملونة تعطي فريش للغرفة، بس إنه ما تكون معجوقة هي أهم شيء. طيب خلينا نروح لشيء كمان كثير الناس بتحكي عنه وكمان مهم، يعني ما في بيت ما فيه، في ناس بتسميه اكسسوار، في ناس بتسميه كراكيب.
يعني بصراحة شو فرق؟ فرق كثير كبير، لأنه بين ما يكون الإكسسوار عم يعطي شيء حلو وبين ما صار زيادة، إجانا هدية صمدية، إجا عنا فازة من أيام تيتا موجودة بالبيت وأخذتها معي وهيك، طيب هي الحالة كيف فينا نرتب إكسسوار البيت بشكل منسق؟ هلا اكسسوار البيت يا بيكون عاجق الدنيا يا اما عاطي الجو الحلو كثير بالبيت، فانا بفضل مثلا اذا كنا عم نحكي كاكسسوار مرايه او لوحه تكون متناسقه مع جو الغرفه، يعني الوان اللوحه من ضمن الوان الفرش ما تكون هي رايحه بستايل ثاني، لانه خلص يعني هيك طلعنا عن المود تبع الغرفه. في شغله كمان كثير بخربطوا فيها العالم، هي ارتفاع المرايه واللوحه بيعتبروها بيحطوها يعني فوق ارتفاع الباب والشباك، لا هي اعلى نقطه فيها لازم تكون على ارتفاع الباب والشباك. الفازات مثلا ما في داعي كثير نكتر فازات مثلا فوق طاولة السفرة نحط كثير فازات وشمعدانات وهيك، يعني لا انا بفضل فاز وحدة اساسية بكل البيوت. كل البيوت بيعملوها، لا انا بفضل فاز وحدة مع ورد فيها حلو ان كان صناعي او طبيعي بتعطي الجو المطلوب وما في داعي نعجقها. على طاولة التلفزيون ممكن هيك قطعتين صغار بسيطين مع كتاب على الجنب عاطي الجو وما في داعي ابدا نزيد اكثر بالقصص، لا البساطه دائما هي بتعطي الحلاوه وكل ما زدنا فعلا بتخرب ما بتحلي. هلا كمان عم نشوف اوقات بنفس الصالون البيت الواحد عم بيحطوا شيء كثير كلاسيكي وبنفس الوقت عم بيحطوا شيء كثير مودرن، وهذا الخلط بقى قد ايه نحن يمكن لازم نبعد عنه، او ممكن ست البيت تكون تحب شغله من قديم وتحب شغله من جديد وتخلط بهذا الشيء، برايك هذا الشيء صح او ممكن فعلا يكون موجود؟ هلا دائما الغرفه هي بتعطي روح الشخص وطابعه، فاذا انتم بدكم تخلطوا بين ستايلين معينين ما في مشكله، بالعكس انت عم تعطي روح للفراغ بين انه يكون هيك كله ماتشي ماتشي، يعني كلياته نفس الستايل نفس اللون نفس الروح، لا ندمج بين الستايلين، بس اهم شيء نعرف هالستايلين ونشوف اول شيء نقرا عنه انه بيلبقوا مع بعض متناسقين مع بعض، يعني مو معقول نحط شيء كثير مودرن وشيء كثير كلاسيكي، لا فينا ندمج بين الاثنين بستايل نيو كلاسيكي هو كثير موضه هلا ودارج وكثير بيعطي جو الحلو. ما أنا مشكله ابدا خلط الستايلات، بالعكس يعني هلا صايره هي التند حاليا حلوه كثير. طيب خلينا نحكي عن الغرفه اللي بنقعد فيها اكثر وقت هيك بالعاميه مثل ما بيقولوا غرفه القعده، كيف بنحط مثلا التلفزيون وين لازم يكون محطوط والكنبايات المخدات كل هاي القصص؟ هلا التلفزيون اهم شيء قبل ما نشتري نشوف الغرفه قد ايه مساحتها، يعني هو يا ترى رح يطلع كثير كبيره عليها رح يطلع صغير، مشان تكون بس هو لراحه العين اريح. تاني شغلة ارتفاع التلفزيون كتير بلاحظه بالبيوت السورية غلط، يعني بيحطوا هو الارتفاع الصح تبعه النص تبعه يكون هو على ارتفاع 145 سنتي ما يكون أعلى، لأنه هي لراحة العين بيكون أحسن. المخدات مثل ما عم تقولي كمان عجقتها زيادة بتعجق الجو بتضيع الجمالية، لا المخدات هي قطعة ديكور كتير حلوة هي بتعطي الروح للمكان، خاصة غرفة القعدة بتكون تحسي هي الغرفة الدافية بالبيت اللي بتجمع فيها العيلة وبتقعد فيها أكثر الأوقات. صح، فانا بقول مثل ما قلتي انت انه هي طابع العيله يعني بتكون، فالمخدات ممكن اذا نحن رايحين بفرش كثير رايق وهادي والوان حياديه لا لو ننوع بالوان المخدات بتعطي هيك فريش للغرفه، بس انه اهم شيء ما نعجقان نكون متناسقين الالوان مع بعضها. اكيد. طيب يعني كثير من الناس هيك بيفكروا افكار صغيره انه انا ممكن اعمل شيء مخفي بقلب الغرفه فاعطي ايحاء انه هي اكبر، هل الحركات هي مزبوطه ولا لا؟ هلا صح مزبوطه، بس في مشكله انه نحن اغلب العالم عندنا بالبيوت السوريه خاصه بيلزقوا الفرش بالحيطان، يعني مثلا صوفا لزقانه بالحيط الفوتويات بقلب الحيط، ما بعرف ليش عندهم هذا القناعه، لا لما نقرب الفرش على بعضه بيطلع كوزي اكثر بيعطي مساحه اكبر بين انه نعد نحن نخفيه بين الشيء نخفي خزانه بقلب الحيط وشيء نعمل، لا قربوا الفرش على بعضه كوزي اكثر، مثل هلا نحن كيف قاعدين هيك بنقدر نحكي اقرب يعني، وبالعكس بتصير الغرفة بتبين مساحتها أكبر، يعني بتصير في عنا حركة حوالين الفرش هو يكون بنص الغرفة وحوالين في حركة بتعطي كتير جو حلو، ما في داعي ابدا نخبي شغلات وهيك، لا خلي كل شيء واضح وحلو وبيعطي نكهه اكثر. كثير سمعنا كمان عن الالوان يلي هي ممكن البعضها بيسبب يمكن حسب علم النفس بسبب حاله نفسيه انه ما في هدوء بالبيت، بيقولوا لنا دائما بعدوا عن الالوان الصاخبه، ميلوا دائما للالوان الرايقه الهاديه، هذا الشيء بالاضافه للحاله النفسيه، قد ايه بتشوفي يمكن حتى الالوان الرايقه ممكن تعطي منظر يمكن ارتب احلى للبيت؟ هلا
في شغلتين، انه انا ما بفضل دائما تكون الوان الغرفه كثير ضاجئه ولا تكون كثير رائعه، لا خلينا ندمج بين الالوان البارده والالوان الحاره. هي بتعطي هذا الكونتراست، بيعطي الحياه للغرفه احسن ما تكون هي كثير هيك جامده او كثير ضاجئه نتوتر ونحن قاعدين فيها. لا خلينا مثلا لنقول غرفه القعده الصوفة رمادية سادة، ألوان حيادية رائعة، الفوتويات مثلا نعملهم هيك فريش، نعملهم لون مثلا فيروزي أو أصفر، يعني هيك نعمل حركة بهذا الهدوء كله. تمام، يعني هيك كونتراست نحن نعمل، ما يكون كلياته لون واحد، لا بتكون كثير باردة ومملة للعائلة لأنه هي أكثر غرفة بيقضوا فيها وقت، وبنفس الوقت ما تكون ضاجة مشان ما يتوتر، ولا خلينا نعمل اللونين مع بعض كثير بيعطي جو فريش للغرفة أكثر. أكيد. طيب خلينا نروح يمكن لآخر عنصر وهو كثير مهم بكل بيت، الإضاءة. يعني يا بنلاقي مثلا الإضاءة التقليدية اللي هي نيون بقلب الغرفة، يا بنلاقي التريا الصفراء التريا الصفراء، يا هلا صار جديد يحطوا سبوتات بقلب البيوت، وهي صراحة ما بتمشي مع كل البيوت. شو رأيك بموضوع الإضاءة؟ هلا الإضاءة كثير بتأثر على جو الغرفة، يعني عدا عن الألوان اللي حكينا عنها الإضاءة لحالها بتأثر، فأنا بفضل إنه يكون عنا اللونين بالغرفة الأبيض والأصفر على طاقتين بالمفاتيح الكهرباء. أنا حبيت أعمل الجو البارد الخارج دراسة أو قاعدة بالغرفة بشغل الأبيض، بدي أعمل جو كوزي هيك شوي رومانسي أو شيء بعمل الضوء الأصفر أو الشمسي حسب ما دارج عنا اسمه. كمان اللمبادرات كثير بتعطي جو بالغرفة، فأنا بفضل ندمج بين اللونين، يعني ما تكون الغرفة باردة أو هي ما ضروري نشغلهم سوا، بس انه انا كون اقدر انقل الستايل الغرفه بسهوله بكبسه زر مشان ما ضل عايشه بنفس الوتيره تبع اللون، لانه كمان بياثر على حالتنا. اكيد كثير حلو سلمى، نعرف ننقي فرش البيت، نعرف ننقي البراد، يكون لنا ذوقنا الخاص، وبنفس الوقت ما بيمنع نستشير أكيد. مهندسه اكيد تعطينا كثير من المعلومات اللي ممكن نكون غافلين عنها. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.